ما زال طلبة العراق يواصلون دورهم الريادي في ثورة تشرين عبر الإضراب المتواصل والمسيرات والاعتصامات التي تزيد من زخم الثورة، ثورة تقترب من تحقيق كامل أهدافها بعد الترنح الذي أصاب أركان العملية السياسية على وقع إصرار الثوار وصمودهم في ساحات التظاهر. بداية المسيرة مثل ما تشوف هي مسيرة مكونة من كل طلاب الجامعات الموجودين ببغداد، مجموعة طبية وهندسية وغيرها من بقية الأقسام. هذا مو أول أسبوع ولا آخر أسبوع حيكون لآلاف وملايين من الطلاب اللي يجون بدون اعتصاماتهم من أمام وزارة التعليم ناب بغداد، يتوجهون إلى ساحة التحرير تضامناً ويا الناس الموجودين ويباتون بالتحرير على طول الفترة اللي فاتت، تضامناً ويا الشهداء اللي وقعوا واللي راحوا، وإحنا باقين إن شاء الله معتصمين إلى حين تحقق المطالب. هاي المسيرة تكون مختلفة، هي دعم للتحرير وأيضاً إنه صوت الشعب هو اللي يقدم مرشحين من حق فئة الطلبة وفئة الشعب إنه هي هم تشارك في بناء هذا الوطن. لا عودة حتى تحقيق المطالب لم يعد شعاراً يرفع أو لافتة تكتب، بل بات واقعاً جسدته الميادين والساحات في بغداد والمحافظات الأخرى التي ما زالت تكتظ بالمعتصمين، يساندها حراك طلابي واع لمتطلبات المرحلة ووفي للدماء الزكية التي سفكت في سبيل تحرير البلاد من الطغمة الفاسدة وتبعيتها التي ضيعت سيادة الوطن. مسيرة انطبقت شبابية طلابية من أمام وزارة التعليم العالي بالتجهيم باتجاه ساحة التحرير مساندة لأخوتنا المظاهرين، وإحنا أصرينا كطلاب أنه ما نداوم في خاطر في سبيل الشهداء اللي راحت واللي ضحت بدمائها على مود إحنا نعيش، فإحنا باقين إن شاء الله لحد ما يتغير الوضع. الهدف من عدها بين بينهم ارتباط الطلاب واعتصامهم ووقفتهم واخوتهم ساحة التحرير، وما راح يرجعون ابد وموقعين مستمرين بالاضراب حتى يسقط الحكم ويتنازلون عن حكومهم، الا احنا نرجع لبيوتنا ونستقر ونرجع لدوامنا. اصرار من الشعب بكل شرائحه على ازاله النظام وكل ما جلبه من فساد وعماله وخراب، رغم التعنت الذي يمارسه اركان هذا النظام وعمليات الخداع التي يحاولون تمريرها على جماهير لم تعد تنطلي عليها هذه الألاعيب التي تمارسها وجوه المحاصصة الطائفية.